في العياده بنعالج علاج نفسي وفقط. لكن التاهيل النفسي بمعنى الواسع بيشتمل ان احنا نعمل اللي بيسموه الباور التقويه، وان احنا نرشدهم ازاي يبدوا اعتبارهم بشكل فيزيكال. طبعا هم الفكره كلها انهم بيقولوا ان التقرير بتطلع بقى باسم العياده. يا جماعه ما بتطلعش باسم العياده، بتطلع باسم المنظمه الحقوقيه بسرعه، اسم متشابه، هو الاسم ده زي الاسم ده الى فاحنا دلوقتي فعلا احنا عندنا منظمه حقوقيه باسم مركز النديم للعلاج والتاهيل النفسي للحاله، وعندنا عياده اسمها النديم للتاهيل النفسي. واللي يعرفونا يعني واللي عندنا فرنز على الفيسبوك عارفين ان احنا ما بنوزعش من اكونت سريه كويس، الحاجات يا اما بتنزل على صفحاتنا الشخصيه اللي كلكم عارفينها يا اما بتنزل على صفحه النديم. لو قبضوا علينا قبضوا علينا، احنا مش هنكون اغلى ولا احسن من الناس اللي في السجن. تسعى للتعذيب وبتوثق حالات التعذيب ان هي توقف التعذيب، يعني هو ده اللي هيخلي مركز زي مركز النديم ممكن ما يبقاش فيه مبرر لوجوده. لكن مع انتشار حالات التعذيب، مع انتشار حالات الاختفاء القسري، مع انتشار حالات الموت داخل السجون، وحضرتك يمكن اطلعت النهارده على تقرير مفزع عاملاه جريده المصري اليوم بخصوص حالات الوفاه داخل اقسام الشرطه، ده بيؤكد الاحتياج الى مركز مثل مركز النديم. ولكن في النهايه انا مش مستغرب، لان النظام الذي يقوم باعتقال باحثين زي هشام جعفر وزي الاستاذ اسماعيل الاسكندراني وقبل كده حسام بهجت، ومنع المواطن عاطف بطرس من دخول مصر من المانيا، والنظام اللي بيقوم بحبس المواطنين احتياطيا لفترات طويله، والنظام اللي بيقتل كريم حمدي والمواطن طلعت شبيب في الاقصر والصيدلي في دمنهور، يعني لا نستغرب منه القيام بمثل هذا الامر. هي رسالة تحذير واضحة لكل منظمات حقوق الإنسان، ولكن من المؤكد وزي ما احنا شفنا على الأرض وزي ما احنا شفنا على الواقع في احتجاج نقابة الأطباء، في احتجاجيات المواطنين بتاعت الضرب الأحمر، الشعب المصري لم يعد ليصمت على انتهاكات حقوقه حتى لو تم إغلاق مراكز حقوقية زي مركز النديم. انتهاكات الداخلية هي أكبر الانتهاكات. طبعا في مشاكل اجتماعية واقتصادية ممكن يكون في مراكز بتشتغل عليها زي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك وكتير من القضايا، لكن في اللحظه دي نظرا لتزايد الجرائم البولي الشرطه بداوا بمركز النديم، وانا اعتقد انه مش هتكون اخر حاجه اخر قرار. اعتقد انه الهجوم على المراكز الحقوقيه وعلى الجمعيات اللي بتناضل ضد انتهاكات ضد الانتهاكات اللي بتمارس ضد المصريين هتيجي عليها الدور هي كمان. لكن التكاتف اللي ظهر النهارده مع مركز النديم ضروري يحصل ويستمر مع بقيه المراكز، ضروري نحافظ على كل موقع بيدافع عن كرامتنا وبيدافع عن حقوقنا الاقتصاديه والاجتماعيه وضد تعذيبنا. الحاجه الثانيه، النهارده فريق عمل مركز النديم اكد انه هيستمر في فتح انتهاكات، فتح جريمه التعذيب سواء فضل المركز او ما فضلش، لان دي رساله فريق عمل مركز النديم مؤمن بيها وهيظل يناضل زي ما طول عمره بيناضل ضد التعذيب.